أهلا بكم مرة تانية في بتوقيت مصر. يمكن الأحداث في السودان بتتصارع والاحتجاجات ضد البشير آخذة في القوة وفي الاتساع، وده دايما بيحط سؤال: إيه تأثر مصر بهذه الأحداث؟ الجارة الجنوبية، احتمالات تأثر مصر في حالة تغير البشير أو سقوط نظام البشير، إيه اللي ممكن يحصل؟ إيه التأثيرات السلبية والإيجابية اللي ممكن تحصل على مصر من ما يحدث يعني في الجارة الجنوبية؟ ده هيكون موضوع حديثنا، لكن بعد ما نشوف التقرير. من أمام مقر القيادة العامة للجيش يبدو أن المطالب الشعبية لإسقاط النظام أصبحت وشيكة، وقد تكون القوات المسلحة هي الجهة المنفذة لهذه المطالب. بحسب جريدة مدى مصر، فمصادر عسكرية سودانية مطلعة عن اجتماع رفيع المستوى عقدته قيادة القوات المسلحة وقادة الأجهزة الأمنية في السودان أمس، أفادت بأن المحاولات جارية لبحث مخرج آمن للرئيس عمر البشير وحكومته عقب تفاقم المظاهرات التي عمت أنحاء العاصمة. دعت العديد من الجهات الرسمية وغيرها البشير للاستجابة للمطالب الجماهيرية. المنظمة العربية لحقوق الإنسان عبرت عن قلقها إزاء المنهجية التي يصر الرئيس السوداني ومعاونوه على الاستمرار في التعامل بها مع الثورة الشعبية السلمية التي يخوضها مواطن البلاد منذ 19 من ديسمبر 2018 وحتى الآن. السلطات المصرية من جانبها لم تعلق تحديدا على الاحتمالية الوشيكة للإطاحة بالبشير، ولكن بحسب جريدة مدى مصر أيضا، فالحكومة المصرية أرسلت وفدا مخابراتيا لمتابعة التطورات عن قرب. ويقول أحد مصادر الجريدة إن الاعتقاد السائد الآن ضمن الأجهزة الأمنية والسياسية المصرية هي أن البشير قد يغادر السلطة في وقت أقرب مما كان متوقعا. متابعة مصر للتطورات عن قرب ينم عن الأهمية التي توليها السلطات لما يحدث جنوب الحدود، ما قد يؤثر على مصر خاصة فيما يخص تغيير السلطة. فعلى الرغم من قرب العلاقات المصرية السودانية مؤخرا، إلا أن حكومة البشير وحكومة السيسي لم يتفقا أحيانا في أكثر من أمر. البلدان لا يزالا على خلاف بشأن ملكية مثلث حلايب وشلاتين، كما توترت العلاقة بسبب دعم السودان بناء سد النهضة الإثيوبي التي اعترضت عليها مصر بسبب تخوفات إزاء أمنها المائي. العام الماضي قامت الحكومة السودانية بإرضاء السلطات المصرية وطلبت جميع أعضاء الإخوان المسلمين في السودان بمغادرة بلادها، إضافة إلى تراجعها نسبيا في موقفها فيما يخص بناء سد النهضة. وبعد عام من تحسن العلاقات بشكل ملحوظ، لا شك أن خروج البشير في هذه الأثناء مصدر قلق للسلطات المصرية، ما يزيد من أهمية ضمان مصالحها خلال الفترة الانتقالية. خلونا نرحب بضيفنا اللي انضم إلينا في الاستوديو، الأستاذ خالد الآيسر الكاتب الصحفي. أستاذ خالد أهلا بك. أهلا بك. خلينا نعرف منك في البداية كده آخر التطورات في السودان. زي ما شفنا التقرير المنشور في موقع مدى مصر بيقول إنه مصر أرسلت وفد مخابراتي للوقوف على آخر التطورات، وكل الانطباع اللي وصل إلى هذا الوفد إن البشير قد يسقط أسرع مما تتوقع مصر. ما الذي يحدث في السودان الآن وما مدى دقة هذا يعني الكلام؟ الذي يحدث في السودان الآن هو حالة من التدافع الجماهيري غير المسبوق حتى في تاريخ الحراك الشعبي السوداني، وبالنظر إلى معظم الانتفاضات العربية التي وقعت منذ أو في الأعوام الماضية، ربما المشهد في الخرطوم الآن يتجاوز تلك الأعداد الكثيفة التي اكتنفت المشهد في ساحة التحرير وحتى في الجزائر مؤخرا، إلا أنه للأسف الشديد وكما درجت العادة في وسائل الإعلام العربية الانتقائية وحتى الدولية التي هي تخدم مصالح وأجندات دول ربما لديها مصالح استراتيجية في السودان، تظن أنها ربما تتلاشى بغياب الرئيس البشير، وهي بالتالي تريد أن تعتم الصورة والمشهد السوداني الذي هو في هذه اللحظات ونحن نتحدث يعني يمثل مشهد تاريخي غير مسبوق، حيث توجد في الخرطوم ما يقدر ما بين 2 مليون إلى 1.5 مليون منذ الصباح الباكر. ولكن بكل أسف وسائل الإعلام العربية والدولية تتجاهل هذه القضية، وليس هذا كافي لقمع الثورة السودانية التي أصبحت في وجدان كل سوداني. هؤلاء الموجودين الآن في الشارع السوداني ربما تتبدل وردياتهم، دعني أسميها، يتناوبون على البغاء في الشارع ولن يعودون إلى منازلهم إلى أن يذهب الرئيس البشير ونظامه برمته. قلنا ذلك في هذه الطاولة في أكثر من مناسبة أن الحراك السوداني
الحالي ليس كسابقاته من حراكات أو حراك تم في التاريخ السوداني المعروف، وهي ثورة بكل تأكيد تأتي تتويجا لتاريخ طويل عريض مع النضال الوطني، وتزامنت بالتأكيد مع ذكرى ثورة أبريل 6 أبريل 1985، وهي أيضا أطاحت بنظام ديكتاتوري سابق. وبالتالي نحن أمام مشهد لا يمكن تفكيكه عبر التحتيم الإعلامي الذي يمارس، ولا حتى تدخل الأيادي الإقليمية التي تريد أن تبقي الرئيس البشير في السلطة، ولا حتى الرغبة الدولية الجامحة في بقاء نظام متفسخ عن الإرادة الوطنية لا يخدم إلا أجندات الخارج. هذا جميعه لن يكفي ولن يقف يعني عائق أمام تحقيق الشعب السوداني لغاياته الكبرى، وهي الإطاحة بالنظام واستنهاض السودان وخلق دولة وطنية يعتز بها كما كانت في السابق. طيب، يعني الواضح والطبيعي أنه نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي ما كانش مرتاح مع التعامل في أو في التعامل مع نظام البشير على مدار سنوات حكم الرئيس، بخلاف السنة الأخيرة يعني ربما الأوضاع صارت يعني أكثر تقاربا. ليه رغم كده المنطقي والطبيعي أنه بمجرد حدوث هذه الهبة في السودان أن تقف مصر مع هذه الهبة، لكن الواقع أنه بحسب ما ينشر يعني ما لا مصر ترسل وفود مخابراتية لمساعدة نظام البشير على تجاوز الاحتجاجات سواء إعلاميا أو سياسيا. الموقف الرسمي المصري أيضا واضح أنه على الأقل على الحياد. تفسر ده بإيه ده؟ ليس هناك فوارق كبيرة بين ما يحدث في السودان ومصر وعدد من البلدان العربية التي أصلا تحكم أنظمة ربما لا تريد لشعوبها أن تنعتق من تلك الحالة، حالة السيطرة للأنظمة الشمولية التي تغمع شعوبها، وبالتالي هم وكأنما هما وجهان لعملة واحدة. ليس هناك فوارق كبيرة، ربما هناك قصر نظر كبير في التعاطي مع الملف السوداني من زاوية مصرية. كنا قد ذكرنا أيضا في مرات سابقة لديكم هنا في هذه القناة الفتية القوية، أنا دعني أسميها القوية لأنها كانت متميزة في تغطية المشهد السوداني، ونلتم جائزة الطردية الكبرى من الشارع السوداني شكرا على جزيلا. غير العادة مع قنوات أخرى. وبالتالي ذكرنا هنا من في مرات سابقة أن قصر النظر في التعاطي مع الملف السوداني من زوايا المصلحة الضيقة الآنية الضيقة ربما له انعكاسات سالبة على المدى البعيد. نحن نعلم وأنتم تعلمون والجميع يعلم أن العلاقة الاستراتيجية ما بين مصر والسودان هي علاقة أزلية، هناك تداخل إثني، علاقة ضاربة الجذور في التاريخ العميق، ليس في وملامح المشهد المصري السوداني ربما تتشابه في هرمات الجيزة مع هرمات مروي، وهذا طبعا ينم عن تاريخ عريق ما بين الدولتين. من قصر النظر أن تفعل العلاقة فيما يخدم الملف المصري من زاوية خدمة الملف المصري خصما على مصالح الشعب السوداني. العمق الاستراتيجي في العلاقة السودانية المصرية يجب أن يتعاطى مع الرغبة السودانية الجامحة في كسر قيود التي فرض النظام القمعي البشير، الذي أيضا نظام البشير القمعي الذي أيضا تضررت منه مصر بصورة صحيح. استفزتنا نحن كشعب يعني. سوداني صحيح. نحن ربما نهاجم السياسة المصرية في بعض الأحيان، ولكن بكل تأكيد نتداعى عاطفة وحب وود كبير جدا لدولة مصر، وبالتالي نستغرب كثيرا أن تأتي أنظمة شمولية في أي من البلدين لتخدم أجندات قصيرة النظر. هنكمل الموضوع، لكن خلينا ننتقل للأستاذة أسماء الحسيني الخبيرة في الشؤون الأفريقية. أستاذة أسماء، موقف أستاذ خالد العياسر وربما إحساس كثير من القوى السياسية والشعب السوداني أن مصر تراهن ما زالت تراهن على بقاء نظام البشير وأنها لم تنحز حتى الآن إلى حراك الشعب السوداني. أهلا وسهلا، التحية لك ولكل المشاهدين الكرام، والتحية خاصة للأخ والصديق العزيز الأستاذ خالد العيسر، والتحية الأكبر للشعب السوداني ولثورته المجيدة التي تتقدم اليوم وتفرض نفسها على الساحة العربية والدولية. الشعب السوداني الآن كله في الشارع ويقول كلمته، وكلمته ستصغى لها الآذان والعقول وفي العالم كله، وسيفرض كلمته في النهاية. بالطبع يعني حضرتك تسأل عن موقف مصر، موقف مصر الرسمية وموقف الأنظمة العربية عموما هي الترقب لما يحدث في السودان، وهذه الأنظمة في عمومها
هي ليست منحازة لنظام الرئيس السوداني عمر البشير أو راغبة في بقائه، لأنه كثير من هذه الدول تضررت من هذا النظام كثيرا، وفي مقدمة من تضرر هي مصر. مصر التي تضررت منذ زمن كبير، منذ عام 94 تحديدا أو 95، هو كان حادث أديس أبابا الذي تم فيه استهداف الرئيس الأسبق حسني مبارك، وهذا النظام لم يكن موجه. هذه المحاولة في الاغتيال الفاشلة ليست موجهة لرئيس نظام سابق، ولكن أعتقد إن هي وجهت في صميم المصالح المصرية، وما زالت مصر تدفع ثمن هذه المحاولة وأيضا السودان. لماذا؟ لأنه مصر ابتعدت عن محيطها الأفريقي منذ هذه الحادثة، لأنه تمت أمور كثيرة في السودان بمعزل عن مصر، وكان في مقدمة الأحداث اللي حدثت في السودان انفصال جنوبه اللي هو الزلزال الأكبر في المنطقة، وبالتالي كثير من الأنظمة العربية ليست مع هذا النظام، لأنه نظام أجاد اللعب على الحبال طيلة الفترة الماضية، متنقلا ما بين علاقات حميمة وولاء لإيران ثم إلى لتركيا لقطر للسعودية. هل تعتقد يا أستاذة أسماء أنه ربما يكون النظام المصري غير متأكد حتى الآن من سقوط نظام البشير، فبالتالي هو لا يريد استعداء النظام، أنه في حالة نجاحه في احتواء المظاهرات ربما يكون له رد فعل تجاه مصر زي ما حصل قبل كده خلال السنوات السابقة، زي ما أشرنا كان بيقوم بدور سلبي في ملف حوض النيل، في ملف الأمن القومي المصري كان بيطلق طول الوقت تصريحات عدائية. هل تعتقدي أن ده ربما يكون في حسابات الإدارة المصرية، أنه في حالة بقاء البشير ما الداعي لاستفزازه؟ يعني في رأيي أن النظام في مصر والأنظمة العربية عموما هي تخشى أن يكون هناك احتمال للفوضى إذا سقط نظام البشير، تخشى وهذا هو الأهم أن يأتي نظام أسوأ من نظام البشير، لأنه هناك احتمال أن يرث إسلاميون آخرون يترقبون الآن في السودان هذا النظام. لكن في كل الأحوال أريد أن أقول أن الشعب المصري في عمومه والشعوب العربية في عمومها الآن قلوبها مع السودان، وفي البداية كانت هذه الثورة غير واضحة وظهرت، يعني لم تكن يعني تستطيع أن توصل صوتها كما حدث في سبتمبر عام 2013. أما الآن فهذا الحراك الشعبي استطاع أن يوصل شعبه صوته للشعوب العربية، وفي الجزائر كانوا يهتفون للسودان، وفي مصر المثقفون أصدروا بيانات عديدة، وكتاب رأي ومثقفون عديدون الآن يعربون عن آرائهم ويحاولون أن يسمعوا الشارع السوداني تعاطفهم. وأعتقد أن الغلبة ستكون للشعب السوداني، وإذا أراد الشعب يوما الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، وسيستجيب القدر للشعب السوداني الذي عانى مرارات عديدة، الذي عانى الأمرين طيلة 30 عاما من التمكين. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ أسماء الحسيني الخبيرة بالشؤون الإفريقية. أستاذ خالد، يعني حط نفسك كده مكان النظام المصري ونفكر ببراغماتيات الأنظمة المعتادة. حضرتك لو رئيس مصر، هل تفضل أن تبقى السلطة مركزة في يد حاكم ولو كان مستبد ولو كان يعني عليه ما عليه، ولا أن تنجرف السودان إلى الفوضى ومن ثم تصبح الحدود السودانية مصدر خطر؟ بالضرورة سألبي طموح الشارع السوداني، وليس بالضرورة أنا كمصري كدولة مصر كرئيس مصر بالضرورة سألبي طموحات الشارع السوداني. ويجب هنا أن نرسل رسائل واضحة للإدارة المصرية أن القادم أجمل، وليس كل ما تتهيب الدولة السودانية في حال قيام الرئيس البشير ربما لديها هوايس. النظام السوداني كان هش وفخ يلبي حاجات الخارج، نحن نطمح لعلاقة سودانية مصرية تمتد ربما من نملي في جنوب السودان وتنتهي في الإسكندرية شمالا، نظرتنا أوسع من حلايب وشلاتين، نريد أن نعيد للتاريخ السوداني المصري القديم أمجاده الأولى، يجب أن تتسع النظرة إلى دوائر أعمق،
نحن شعب متداخل، شعبين متداخلين، ولكن النظرة القاصرة ربما تنتهي بالعلاقة المصرية السودانية يعني إلى مرحلة تجاذب جديدة، وبالتالي هذا الاصطفاف الذي نشهده الآن ربما يدون في كتاب التاريخ خصما على دولة مصر وعلى الشعب المصري، علما بأن الشعب المصري ليس لديه اليد العليا والطولة في هذه السياسات. ولكن يجب الحكومة المصرية أن تنتبه إلى أن الموقف الذي تتخذه الآن هو يتعارض مع طموح الشعب السوداني، ونحن ندعو للانعتاق من الحرية أو الحرية من نظام شمولي. نريد أن نعيش كما تعيش كل شعوب العالم. لماذا النظرة غاصرة تنصب في خدمة مشروع إسلاموي؟ دعني أقول مصر دفعت ثمنه في فترات سابقة، وليس هناك أي نزر للكذبة الكبرى التي صدغتها مصر كأول دولة في العالم عندما جاءت الإنغاز إلى السلطة. نعلم أن الرئيس حسني مبارك هو أول من أيد الانقلاب الإسلامي في السودان وأعلن عن تأييده، وجاء ودفع الثمن كأول دولة، ويتعرض هو شخصيا إلى محاولة اغتيال كما هو معلوم في أديس أبابا. نحن لا نريد للتاريخ أن يعود بهذه الصورة السوداوية. نريد أن نرسخ لتاريخ مصري سوداني مبني على قيم مشتركة ومصالح متداخلة. النيل هو النيل، أنتم تسموننا أبناء النيل ونحن كذلك نقول أنتم أبناء النيل. ليس هناك ما يدعو الإدارة المصرية الحالية للوقوف مع النظام الرئيس البشير. نحن نرصد كل حركة تخطوها الحكومة المصرية. الشعب السوداني لم يعد يعني غافل عن كل ما يحدث من حوله، ونعلم أن هناك جيل عريض من الشباب لا يأبهون البتة لهذه الأفكار القديمة. دعني أكون واضح وصريح في هذه الجزئية. الشارع السوداني هو الذي وراح استاذ خالد، وان كان برضه السؤال دايما اللي بيتقال انه طب ماشي هنفترض ان هي ان مصر دعمت الخيار او دعمت الشارع السوداني، ايه اصلا حدود الدور اللي ممكن تقوم بيه؟ ربما لا تملك الكثير. هنحط السؤال ده كده على المائده حتى نعود له. ولكن يعني قبل ان تغادر دعني اقول ان دور مصر يجب ان يكون محوري. تعلم ان التداخل كما اسلفت، التداخل الاقتصادي والمصالح المشتركه بين الشعبين، يجب ان تدفع مصر لاتخاذ موقف تاريخي. نحن الان في امس الحاجه الى ان هذه الثوره لن تنتهي الا بسقوط النظام البشير، وبالتالي من الافضل أكيد مصر أكيد ان تغيب الملف ده مره اخرى. زي ما اشرنا هو دايما ضيف دائم على هذه المائده بسبب كل الكلام اللي حضرتك قلته ده. خلينا نضع هذا السؤال ونعود له في حلقه قادمه بعد سقوط ان شاء الله. نتمنى بشكرك شكرا جزيلا استاذ خالد العاسر الكاتب الصحفي.